دون مقامة الكلمات، فهو حقيقة لم يكن فنان فحسب، ولكنه كان إنسان وكان مشارك في كل الأفراح وفي كل الأطراح. وأي يعني إنسان في الشمال سواء كان في العاصمة أو في غوران الممتدة على منحنى النيل يعرف تماما إنسانية يعقوب تاج السير ومشاركاته في كل الأفراح. لم يكن يوما طالبا للمال ولا طالبا للشهرة ولا طالبا للجاه، ولكنه كان إنسانا وكان محبا للغناء وكان محبا للفرح وكان محبا للناس. له التحية والتقدير، ونحيي في هذا المساء زوجته الأستاذة أماني وابنته ملاذ، لكم التحية والتقدير. ونتمنى أن تكون هذه بصمة وفاء تخفف كثير جدا من الأحزان التي نعلم أنها تسكن الوجدان وتسكن الأفئدة. فنحن الذين لم نعش مع يعقوب في بيت واحد حزننا حزنا ملأ كل أفئدتنا وملأ كل جوانح. كل من يسكن في منحنى النيل وكل من يعرف يعقوب فما بالكم لمن سكنت معه في داره وعاشت معه تفاصيل كل حياته. أتمنى أن يخفف الله عليكم هذا المصاب وأن يظل يعقوب نبراسا وحياة جديدة تتمدد بيننا فرحا وجمالا. واحد من أجمل فنانين في الشمال الذين حملوا راية هذه الأغنية إبداعا وجمالا، وكان نقمة على الشفاء، وكان نعمة في الوطن، وكان إنسانا حفيا نغيا دربالا يفلح الأرض في جزيرة مساوي بكل الجمال وبكل الروعة، ويغني لنفسه أولا قبل أن يغني للناس. فتجد مرغني النجار يبتسم وهو يغني، هذه الميزة ما رأيتها في أي فنان والله. مرغني النجار لك التحية والتقدير، والتحية لبلادي بلادي أهلنا التي أنجبت النجار وأنجبت كل عظماء هذه القبيلة قبيلة الطنبور. لكم جميعا يغني حزنا وفرحا مرغني النجار، تفضل مشكورا. أحيي تحية كبيرة جدا لواحد من أعمدة قبيلة الطنبور، وإن لم يغني ولكنه كان من أروع الإصطاف الفني وكان صاحب مسيرة كبيرة جدا مع يعقوب تاج السير. إنسان يحمل قلب ظاهر ونقي ودموعه قريبة جدا يبكيه، أقل حزن يبكيه، وأنا أعلم كم كان حزن وليد الحكيم كبيرا على يعقوب تاج السير. التحية لوليد الحكيم الذي يشكل معنا حضورا في هذا المساء، لكم التحية جميعا. تفضل أستاذنا مرغني النجار. الحمد لله والصلاة على رسول الله، نترحم على روح مغفور له بإذن الله يعقوب تاج السير. كانت تربطنا به صداقات جميلة جدا جدا وتعاون فني. والدليل على ذلك أنه أغنية موكب الحرمان اتذكر أنه كان يعني في البيت وشاله وزي البيت زي حقته، يعني يمكن كثيرين قاعدين يسوقوها ليعقوب يعني من شدة التعاون كان بيناتهم. يعقوب زول جميل، زول نبيل، زول شفاف، عشرناه والله ولقناه حلو المحشر، طيبان في ايده ما حقته. مرة كنا انا وياهم في مكتب ونحن قاعدين كده جات وليه، فزي من خلال كلامه كده محتاجه لقروش، فطوال ما رجليها بره كده قال لي يا اخي في عندك شيء في جيبك ده نديه والله دينا قريش هاتهم ورقنا ساكت يعني. فالراجل كان جميل والله ربنا يرحمه ويغفر له يعني. انا حقوم اغني نكتب لك رقم عشان استعاده لي، واقول لهم نكتب لك رقم بعدك الجسدي عننا لكن روحك معانا ان شاء الله. تصابيحنا وتماسينا زي ما كنا. نكتب لك رغم الكان رميتنا كرك لينا، نكتب لك رغم الكان رميتنا كرك لينا، نكتب لك لا بنكل لا بنكل ولا مهم الوداع تدعب ايادينا. نكتب لك رغم الكان رميتنا كرك لينا. حاضرنا وكمان يا حلوة ماضينا.
وردوا في الحسرة لا من نطرة ريدتنا وزمن كنتي بتعزينا. والله كيف فارقت الدنيا تنوابتي تقولي كلمة كلمة عشان تعزينا. قوم الليلة من وعدك خفت اللي وصلتوا كلها.